بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هذه الآيات أنزلها الله سبحانه وتعالى، وفي معناها بيان لمن أو ما هي مآل وحال من أوتي العلم الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى فيستبدل به ما هو أدنى و يحيد عن طريق الله عز وجل وعما يدله عليه العلم الذي آتاه الله تبارك وتعالى. فبعد أن صار هذا العلم فيه سجية وقد فتح الله عليه به، انسلخ منه وتركه واشترى به ثمنا قليلا وأخلد إلى متاع الدنيا وعمل بخلاف ما اقتضاه أو ما يقتضيه العلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك العلم يكون وبالا عليه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام مما يدعو به أن يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، فكان يسأل الله جل وعلا العلم النافع. والعلم النافع هو العلم الذي يورث خشية الله سبحانه وتعالى، وهو العلم الذي يدفع بصاحبه إلى العمل. فهو كما قال غير واحد من الأئمة من أئمة السلف: هاتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. فالعلم إما حجة لك وإما حجة عليك. والعلم الذي هو حقيقة العلم النافع هو الذي يورث الخشية من الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا العلم إذا صار لباسا لصاحبه يتسجى به ويتحلى به، فنفعه إياه أن يورثه خشية الله سبحانه وتعالى. فإذا انسلخ منه وتجرد مما يدله عليه فهذا قد أخلد إلى الأرض واتبع هواه وما تملي عليه نفسه وشيطانه، فمآله عياذا بالله إلى طريق الضلال والانحراف، إلا إن تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله: واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، تجرد، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
وهذه هي حقيقة من يكون مسلحا بالعلم ومن هو من العلماء، أن يصير هذا العلم سجية فيه متلبسا به فيحل حيث يحل بجسده. وأما هذا فانسلخ منها، أي من هذه الآيات. وأما العالم حقيقة العلم فهو ذاك الذي يكون العلم معه حيث حل وارتحل، فكل شيء لا يقدم فيه خطوة ولا يؤخر إلا بالعلم الذي أوتيه من عند الله عز وجل. فهذا حقيقة العالم والذي يخشى الله تعالى. فانسلخ من هذا العلم ومن هذه الآيات فأتبعه الشيطان بوساوسه وبما يمليه عليه فأغواه فصار من الغاوين. والغاوي هو الذي يعمل بخلاف ما أوتيه من العلم. فالضلال، فالهدى ضده الضلال، والهدى هو العلم النافع وهو العلم الذي يقود إلى الله جل وعلا، والضلال هو العلم بالشيء على غير صوابه وعلى غير هداه. والرشد يقابله الغي، فالرشد هو العمل بالعلم النافع، والغي هو العمل بغير العلم النافع، العمل بالضلال. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بهذا العلم الذي أوتيه وبهذه الآيات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر به النار جهنم يوم القيامة ثلاث. وذكر منهم: رجل آتاه الله علما وقرآنا فيؤتى به على رؤوس الأشهاد فيقال له: ماذا عملت فيما علمت وفيما قرأت؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمت الناس فيك، وقرأت القرآن وأقرأت الناس فيك. فيقال له: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، أي في الدنيا. وقد قيل: ثم يؤمر به فيرمى في نار جهنم عياذا بالله تعالى. فهؤلاء لهم حظ من هذه الآية، وهو أن علمه وقراءته لم تكن لله عز وجل، وإنما كانت للدنيا. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. الخلود من اللزوم والثبات في الشيء، والنزول إليه على هيئة اللزوم الثبات. واتبع هواه، والهوى إنما ورد في القرآن مذموما، وسمي بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. فمثل ذلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا حال الكلب دائما في لهثه إذا رأيته، سواء حملت عليه أو لو تحمل، سواء شققت عليه أم لم تشق، سواء أرسل في يعني يجري أو بقي من أمامك، فلهثه دائما موجود. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ذكر أئمة التفسير أن الآية المقصود بها رجل ممن كان من قبل وهو من بني إسرائيل، ويسمى بلعم ابن باعوراء، كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن مسعود قال: قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم ابن باعوراء. فهذا كان صاحب علم في بني إسرائيل ويأمر وينهى، وقيل أنه كان على علم وكان على معرفة باسم الله تبارك وتعالى الأعظم، ولكنه بعد زمن اتبع هواه وما عمل بالعلم الذي أوتيه وآتاه الله عز وجل إياه، ولأجل ذلك وقع منه ما وقع. وذكر في ذلك آثارا كثيرة فيما وقع له
وكيف أنه انقلب على ما كان عليه من العلم. ومن ذلك في بعض الروايات أنه قال ولو شئنا طيب، ذكر في من بعض الروايات الرواية التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وأن رجلا يقال له بلعم كان مجاب الدعوة، وقال وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام، أو قال الشام، فرعب الناس منه رعبا شديدا أي من موسى، فأتوا بلعام فقالوا ادعوا الله على هذا الرجل وجيشه، قال حتى أؤامر ربي أو حتى أؤامر، قال فآمر في الدعاء عليهم، فقيل له لا تدعوا عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم، قال فقال لقومه إني قد آمرت ربي في الدعاء عليهم وإني قد نهيت، فأهدوا له هدية فقبلها، ثم راجعوه فقالوا أدعوا عليهم، فقال حتى أؤامر ربي فآمره فلم يأمره بشيء، فقال قد وامرت ربي فلم يأمرني بشيء، فقالوا له لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى، قال فأخذ يدعو عليهم فإذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه، وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه أو نحو من ذلك إن شاء الله، قال فقالوا ما نراك تدعو إلا علينا، قال ما يجري على لساني إلا هكذا، ولو دعوت عليه أيضا ما استجيب لي، ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم، إن الله يبغض الزنا، وإنهم إن وقعوا في الزنا هلكوا، ورجوت أن يهلكهم الله، فأخرج النساء تستقبلهم فإنهم قوم مسافرون، فعسى أن يزنوا فيهلكوا، قال ففعلوا فأخرج النساء تستقبلهم، قال وكان للملك ابنة فذكر من عظمها ما الله به أعلم أو ما الله أعلم به، قال فقال أبوها أو بلعام لا تمكني نفسك إلا من موسى، قال فوقعوا في الزنا، قال فأتاها رأس سبط من أسباط بني إسرائيل فأرادها على نفسها، فقالت ما أنا بممكنة نفسي إلا من موسى، فقال إن منزلتي كذا وكذا وإن من حالي كذا وكذا، فأرسلت إلى أبيها تستأمره، قال فقال لها مكنيه، قال ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما، نال، فقال وأيده الله بقوة فانتظمهما جميعا ورفعهما، قال فقال على رمحه فرآهما الناس أو كما حدث، قال وسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم 70,000. فهذا من الروايات التي ذكرت فيه حيث كان يعلم أن موسى على الحق، وآمر ربه في أن يدعو على قوم موسى ولم يأمره ربه جل وعلا، فلما راوده قومه فعل بهم هذا الذي فعل، ووقع الموت فيهم كما جاءت في هذه الرواية، وذكرت أيضا روايات أخرى، وإن كان في الغالب لا شيء منها يثبت مرفوعا، وإنما هي آثار عن بعض الصحابة، وفي الجملة قد يكون هذا من بعض الأخبار التي جاءت عن بني إسرائيل. وحاصل ذلك أن هذا الرجل ما اتبع العلم الذي أوتيه وأعطاه الله عز وجل إياه، ولما راوده قومه على الخلاف ذهب معهم هذا المذهب، فكان حاله كما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه،
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقوله هاهنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون أي يا محمد عليه الصلاة والسلام أذكر مثل هذا القصص لعل بني إسرائيل وهم يعلمون بحال بلعام ابن باعوراء وما جرى له في إضلال الله إياه وأن أبعده من رحمته بسبب أنه استعمل العلم الذي أوتيه الله آتاه الله إياه في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا قصصت عليهم مثل هذا القصص وهم يعلمون أنه لا تعلم هذه القصص إلا بكتاب فلعلهم يتفكرون ويرجعون إلى تصديقك ويحذروا أن يكونوا مثل هذا الرجل أي ممن أوتي الكتاب أو أوتي العلم فسار على غير طاعة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأقوام الذين كذبوا بآياتنا هم بئس القوم كما قال عز وجل ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون أي هؤلاء قوم سوء وهم ظالمون لأنفسهم ولا يظلمون الله جل وعلا شيئا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يذكر الله سبحانه وتعالى أن من هداه عز وجل فهو الذي لا مضل له ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة فإنه تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقد كان مما يستفتح به النبي عليه الصلاة والسلام خطبه قوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالهداية والضلال بيد الله عز وجل. ولهذا يسأل العبد ربه تبارك وتعالى الثبات على دينه. وكان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فقوله ولقد ذرأنا الذرء هو الخلق والجعل. خلق جل وعلا وجعل كثيرا من الجن والإنس جعل مآلهم النار عياذا بالله تعالى. ذرأنا لجهنم وهي النار كثيرا من الجن والإنس. لما؟ لأن لهم قلوب لكن لا يفقهون بها وأعين لا يبصرون بها الحق وآذان لا يسمعون بها الحق سماع إجابة. والله جل وعلا قال في كتابه الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالسمع لا بد أن تشكر الله عز وجل عليه فتسمع به الحق وتستجيب له وإذا سمعت الباطل أعرضت عنه. والبصر أي تبصر به الحق فتتبعه والباطل فتجتنبه. والأفئدة وهي القلوب لتفقه بها ما يأتيك من العلم فتتبعه وتعمل بمقتضاه. هؤلاء قلوبهم لا يفقهون بها الحق ولا يتبعون بها الهدى ولا ينتفعون بهذه الجارحة. والأبصار لا يبصرون بها الحق والأسماع لا يسمعون بها سماع استجابة كما قال جل وعلا ولا تكونوا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعوا إدراكا لكن لم يسمعوا استجابة.
ومثل ذلك قوله جل وعلا: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآياتنا. وكما قال جل وعلا في الآية الأخرى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صمت آذانهم وبكم عن النطق بالحق وعموا عن الإبصار بالحق فهم لا يرجعون إلى الحق، كما جاء في حق المنافقين، وقال جل وعلا في حق الكافرين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالمنافقون قال فيهم فهم لا يرجعون عن نفاقهم إظهار خلاف ما يبطل، والكافر قال فيه فهم لا يعقلون أي بهذه الجوارح التي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياها، وهذا إنما لأجل ما في قلوبهم من الزيغ والضلال، كما قال جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقد جاءت الآيات تطرق الأسماع، وجاءت المعجزات ظاهرة أمام الأبصار، وجاءت الأدلة تنفطر لها القلوب، ولكنهم هم في قلوبهم مرض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كما قال تبارك وتعالى، وكما قال جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وكما قال تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فقال: ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، أي هؤلاء صار حالهم كالأنعام لأنهم لا يستفيدون بهذه الجوارح التي أعطاهم الله عز وجل إياها ليهتدوا بها إلى طريق الحق، فصارت حواس توجد عند البهائم، فهؤلاء لا ينتفعون بها، فحالهم كحال البهائم. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لا شك ولا رب أنهم أضل، لأن البهيمة لا تعقل بخلاف الإنسان، أوتي الفؤاد والقلب ويعقل به، ومع ذلك صار حاله كالبهيمة، الأكل والشرب وإتيان الملذات والشهوات ثم لا شيء بعد ذلك. فلا شك ولا ريب أن شأنه أضل عياذا بالله تبارك وتعالى. قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلتهم عما خلقوا له وعما ينبغي أن يستفيدوه من هذه الجوارح والنعم التي أعطاهم الله عز وجل إياها، فلم يستفيدوا منها ما كان ينبغي أن يستفاد، فغفلوا عن الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى إليهم. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.